بما اننا كنا بنتكلم على موضوع الحكم، فمعانا مداخله مهمه جدا مع الاستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق. يا محمود مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي. كنت نشرت يا محمود تقرير عن حكم مباراه الذهاب ما بين الاهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه، وضح لنا الصوره بشكل اكبر. هل الحكم ده فعلا عليه شكوك كثيره لوقائع سابقه؟ والله يا امير، بمجرد ما اعلن الاتحاد الافريقي عن اسماء طاقم الحكام الخاص بمباريات دوري الابطال وكاس الكونفدراليه، عملنا سيرش عن جميع اسماء الحكام. كان الملاحظه اللي احنا وقفنا عندها الحكم الغيني جوشوا بوندو كان عليه كلام كتير شويه. الكلام ده كان اخره في كاس الامم الافريقيه الاخيره اللي استضافتها مصر، كان قبل مباراه نيجيريا والكاميرون. كان في تقارير كتير بتقول ان الحكم ده سبق ليه ان هو جامل منتخب نيجيريا اكتر من مره سابقه وفي حوادث يعني شهيره جدا. كان ابرزها ماتش بين نيجيريا وزامبيا تصفيات كاس العالم الاخيره 2018، وقالوا ان الحكم لغى هدف صحيح 100%، ده ثبتوا بذلك الاعاده التلفزيونيه لمنتخب زامبيا وتسبب في فوز نيجيريا، وكان فوز حاسم ليهم جدا في تصفيات المونديال، لدرجه ان الاتحاد الزامبي تقدم بشكوى رسميه ضده وطالب بابعاده عن اي مباراه قادمه ليه. دي نقطه. النقطه الثانيه برضه، كان في برضه ماتش لمنتخب نيجيريا ايضا مع منتخب ليبيا، تمام، ومنتخب نيجيريا كسب 3-2، وكان برضو المباراه دي كانت فاصله في تاهل منتخب نيجيريا لكاس الامم اللي استضافتها مصر. وثبت ان الجول اللي سجله منتخب نيجيريا برضو كان من تسلل. فهنا كانت بدت عليه علامات الاستفهام ان هو دايما محابي لمنتخب نيجيريا، عشان كده الصحافه الكاميرونيه كانت خايفه من تعيينه لمباراه نيجيريا والكاميرون في دور الثمانيه لكاس الامم الافريقيه الاخيره. وقالت ان الحكم ده ياما جامل منتخب وقاعة سابقه وشهيره. لذلك برضه الحكم الغيني جوشوا بوندو تم استبعاده وترحيله من بطوله كوسافا عشان ارتكب اخطاء كارثيه في مباراه بين منتخبي زيمبابوي ومدغشقر. فدي كانت يعني ابرز الملامح او علامات الاستفهام، وقالوا ان الحكم ده مثير للجدل رغم ان هو كان مصنف في بلده من افضل الحكام من 5 أو 10 سنين. هل كان في عقوبات سابقه من قبل الاتحاد الافريقي على هذا الحكم بالتحديد يا محمود؟ التقارير قالت ان الاتحاد الافريقي لم يستمع للشكاوى اللي تقدم بها الاتحاد الزامبي، رغم ان هم طالبوا باستبعاده تماما من اي مباراه سواء لمنتخب زامبيا او الانديه الزامبيه في البطولات الافريقيه. يعني بنشير يا امير ان هو الحكم مش جديد على الكره المصريه. الحكم سبق ليه ان هو ادار مباراه فيتا كلوب ونادي الزمالك في دوري الابطال سنه 2013. وسبق ليه برضه ان هو ادار مباراه النادي المصري مع اتحاد العاصمه في كاس الكونفدراليه السنه اللي فاتت. فالحكم ما يعتبرش ده هيبقى ثالث ظهور ليه مع الانديه المصريه، لكن لم يسبق ليه ان هو حكم اي ماتشات لمنتخب مصر سواء الناشئين او الشباب او الاولمبي او حتى المنتخب الاول. النصيحه اللي ممكن نقولها لفريق النادي الاهلي في كيفيه التعامل مع هذا الحكم ممكن تكون ايه؟ هو حكم، بص يا امير، التحكيم الافريقي برضه خلينا نعترف ان هو التحكيم الافريقي لحد ما عليه علامات استفهام طبعا قلبي. طبعا، لكن دلوقتي مع التطور مع دخول التكنولوجيا مع في رقابه وفي يقال ان في عصر جديد بيعيشه الاتحاد الافريقي، يعني نتمنى ان تعدي كل المباريات على خير. مفيش نصيحه معينه غير ان دلوقتي اللعيبه تركز سواء النادي الاهلي او جميع الفرق المصريه تركز في المباراه فقط، ما تلتفتش لاي حوادث سابقه، لاي حكم، لان هي ممكن تكون ظروف مباراه. لكن هي بس كانت التخوف الاكبر ان هو كان دايما مجامل لمنتخب نيجيريا. يعني نتمنى ان شاء الله ان المباراه تخرج بشكل جيد وان يكون الحكم يؤدي باداء جيد. بشكرك يا محمود، شكرا جزيلا استاذ محمود باهي الناقد الرياضي بجريده الشروق، والحديث عن الحكم جوشوا بوندو الحكم الغيني اللي هيدير مباراه الاهلي وكانو سبورت.